الإليا كريست ده جزء مهم جدا في الهيب بون، فزي ما احنا هنشوف بيمتد من اول الانتيرور سوبيرور إلياك سباين انتيرورلي لحد البوستيرور سوبيرور إلياك سباين ده بوستيرورلي. لما نيجي هنا الانتيرور سوبيرور إلياك سباين ارجع 5 سم ورا كده الاقي هنا تيوبركل اوف ذا إلياك كريست، يبقى بعد الانتيرو سوبيرو اليك سباين ب 5 سم الاقي حته رف اريا كده اسمها تيوبركل اوف ذا اليك ايه كريست. امشي كده الاقي هنا اهو دي الهايست بوينت اوف ذا اليك كريست، يبقى هنا دي التيوبركل اوف ذا اليك كريست ودي الهايست بوينت اوف ذا اليك ايه كريست. ارجع لورا ابص الاقي هنا انا وصلت للبوستيرو سوبيرو اليك ايه سباين. هنا في شوية لاند ماركس يسألك لو لو أخدت خط من التيوبركل اوف ذا إليا كريست اوف وان سايد للتيوبركل اوف ذا إليا كريست اوف ذا اوبوزيت سايد هتبقى انت الخط ده من الباك هتبقى انت قصاد السباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتيبر اوف سباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتيبر. قال لك لو طلعت فوق شوية لحد الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست الحته دي اللي هي اعلى بوينت في الايليا كريست، لو خدت خط من الاعلى بوينت في الايليا كريست واعلى بوينت بتاع الايليا كريست في الاوبوزيت سايد يبقى دي هتبقى انت قصاد الفورس لامبر فيرتبري السباين اوف ذا فورس لامبر فيرتبري. يعني هنا السباين اوف ذا فيفث لامبر فيرتبري الحته دي السباين اوف ذا فورس لامبر فيرتيبري. على فكره الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست دي اللي بيتعلق عليها الحزام بتاعك، مش انت بتيجي تربط الحزام وتروح مزرره جامد الحزام بيروح زانق على الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست ويقف على كده الحزام، هيبقى يعني انت كده ثبتت الحزام بتاعك عند الهايست بوينت اوف ذا ايليا كريست، ده احنا في هذه الحاله بتبقى قصاد الفورس لامبر فيرتيبري. اما ارجع لورا طبعا وانزل لتحت خالص على البوستيرو بارت هنا فعندي ده البوستيرو سوبيرو الياك سباين، ده بنبقى لو خدنا خط من البوستيرو سوبيرو الياك سباين اوف وان سايد تو ذا اوبوزيت سايد يبقى احنا قصاد السكند ساكرال سباين، يبقى احنا في هذه الحاله هنبقى قصاد السكند ساكرال سباين. اما نمسك البارتيكولار فيتشر بتاع الالياك كريست الاقي فيه انتيرو تو ثيرد وبصير وان ثيرد، يعني اما امسك الاليا كريست الاقي الانتيرو تو ثيرد هنا كونكيف ميديالي اهو، يبقى الانتيرو تو ثيرد بتاع الاليا كريست كونكيف ميديالي، اما البوستيرو ثيرد بتاع الاليا كريست كونكيف لاترالي. خد الانتيرو تو ثيرد بتاع الاليا كريست اللي هو كونكيف ميديالي الاقي ايه؟ قال لك هنا في لي اوتر ليب شف اهي اسمها اوتر ليب، وبعدين انترميديت ليب شفة في النص، وبعدين هنا انر ليب، يبقى هنا اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب، يعني 3 خطوط بحسهم 3 خطوط اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب. اما البوستيرور سيرد هنا اللي هو الجزء الخلفي الاقي سلوبنج كده سلوبنج لاترالي وسلوبنج ايه ميديالي، وفي لب واحده بس بتبقى هي شفه او عرف في النص سلوبنج لاترالي وسلوبنج ايه ميديالي. ناخد الجزء الانتيرو تو ثيرد اوف ذا ايليا كريست، على فكره في ماسلز كتير بس دول تبع الابدومن، انا هركز شويه على الحاجات اللي هتهمني في اللور. هلاقي في الاوتر لب من بره خالص هنا اهو احنا اتفقنا من عند الانتيرو سوبيرو اليك سباين الجزء ده لو رجعت 5 سم هلاقي هنا تيوبركل اوف ذا اليك كريست، التيوبركل اوف ذا اليك كريست دي هلاقي فيها ماسك فيها اللي هي الديب فاشيا بتاع الثاي هنا في الحته دي اسمها الفاشيا لاتا، جزء من الفاشيا لاتا اسمها اليوتيبيال تراكت، يبقى هنا في الحته دي عند التيوبركل اوف ذا اليك كريست في جزء من الديب فاشيا بتاع الساي اسمها اليوتيبيال تراكت، يبقى هنا في الحته دي في عند التيوبركل بتاع الاليا كريست اليوتيبيال تراكت. قدامها بقى في المنطقه اللي قدامها من اول الانتيرو سوبيرو اليك سباين لحد التيوبركل بتاع الاليا كريست في اوريجن لمصر هنا اسمها
تنسور فاشيا لات. يبقى هنا في اليوتيبيال تراكت وهنا تنسور فاشيا ايه لات، دول يهموني قوي 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 في الايه في اللور ليم. نيجي بعد كده هنيجي قال بص لقى في ماسلز تبع الابدومين، في اوتر ليب وانترميديت ليب وانر ليب. الاوتر ليب بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها بتمسك فيها اول حاجه ماسل هنا اسمها اكسترنال اوبليك ماسل، وبعدين انترميديت ليب في انترنال اوبليك هنا انترنال اوبليك ماسل، وبعدين في الانر ليب في ترانزفيرسس ايه ابدومينس. يبقى هنا اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترانزفيرسس ابدومينس دولت هنشوفهم دولت فين في الماسلز بتوع الايه الابدومين. من ورا هنا هلاقي في الاوريجن بتاع ماسل هنا في الاوتر ليب اللي هي لاتيزماس دورزاي، وفي الانر ليب في كوادريتاس لامبورام ايه ماسل. ما ننساش بس عند التيوبركل اوف ذا ايليا كريست اللي هي الاليوتيبيال تراكت، وقدامها في ماسل هنا التنسور فاشيا لات، دولت هناخدهم في اللور ايه لم. لما نيجي للجزء البوستيرور بارت اللي انا قلت فيه سلوبنج من ناحيتين، ادي سلوبنج من لاترال وسلوبنج ميديالي، الجزء الرف والسلوبنج لاترالي بتبقى فيها ماسل هنا هو مهمه جدا جدا في الاليا كريست ماسكه اسمها جلوتياس ايه ماكسيماس. يبقى دي هنا في ماسل الاورجن بتاع ماسل او جزء من الاورجن بتاع ماسل اسمها ايه جلوتياس ماكسيماس. وفي الانر بارت اللي هو ده ابص الاقي هنا في اريكترو سبايني او ساكرو ايه سبايناليس. طبعا انا يهمني هتقولي يهمني في ايه الكلام ده كله، اقول له خد بالك الانتيور تو سيرد كونفكس كونكيف ميديالي، البوستيرو سيرد هنا كونكيف لاترالي، الانتيرو تو سيرد في هنا اول حاجه هركز على التنسور فاشيا لاتا، وبعدين الاقي هنا اليوتيبيال ايه تراكت، وبعدين في البوستيرو بارت هنا في ماسل اسمها جلوتياس ايه ماكسيماس ايه ماسل. ده الكلام اللي بيتقال على الالياك كريست.